5 سنوات تشعل حما الشمعة 23 لمهرجانها المسرحي بحضور فعاليات شعبية ورسمية وفنية. في افتتاح هذا المهرجان أردنا أن نرسل رسالة إلى العالم أجمع أن سوريا الأم التي تجمعنا جميعا، هذه الأم الولادة التي تلد في كل يوم الأبطال والأطباء والمهندسين والفنانين لنعيد بناء سوريا مهما حاول التكفيريين والظلاميين أن يطفئوا هذه الشعلة الوقادة في سوريا الحبيبة. نقول لهم خسئتم، هنا سوريا، هنا بلد الأبطال، هنا بلد العلماء، هنا منارة العالم. انقطاع 8 سنوات بغياب مسرح حما وبغياب مسرح حمص وبغياب مسرح اللادية، حقيقة من بداية تسلمنا لمهامنا بنقابة الفنانين كنا حريصين كل الحرص على إعادة إحياء هذه المهرجانات لكي نعبر بشكل أو بآخر عن قدراتنا الكامنة في الحراك الثقافي الموجود في هذا الوطن، مؤكدين تماما رغم هذه الحرب الكونية الظالمة على سوريا، رغم 322 ألف مسلح دخلوا أراضينا لتدمير هويتنا وثقافتنا وتاريخنا وتراثنا، نحن مصممين على دائما وأبدا من كما يقال يعني نجترح من جراحنا ثقافة فكر فن إبداع على كافة المستويات، مؤكدين ومصممين تماما كما كانت سوريا قبل للفكر والثقافة ستبقى كذلك من الآن وإلى يوم يبعث. نهدي افتتاح هذا المهرجان إلى مدينة حلب، إلى الجيش العربي السوري الذي حقق الانتصار على تلك الإرهابيين الذين حاولوا تدنيس هذه البقعة من الأرض السورية، فنقول لهم بأن موسيقانا أقوى من رصاصهم وبأن ثقافتنا أقوى من إرهابهم. خلال الافتتاح تم عرض فيلمين قصيرين عن المسيرة الفنية الرائدة لعدد من الفنانين وتكريمهم لمساهمتهم ودورهم المتميز في دعم الحركة الفنية والمسرحية في سوريا. هلأ الشيء المهم أنه بالسنوات السابقة كلنا كنا نعرف قد ايه أهمية الثقافة، بس ما كنا يعني أحوج لها مثل هي الفترة. نحن كتير بحاجة للثقافة، بحاجة علم، بحاجة للمسرح، بحاجة للدراما، وخاصة أنه كان جزء من الحرب وجزء كتير هام كانت حرب إعلامية. نتمنى أنه الفعالية المهرجان اللي توقفت مثل كل فعاليات سورية توقفت في هاي الحرب السنوات الخمسة، فاستئناف الفعالية يعني أنه نحن موجودين وما أثرت الحرب علينا ونحن صامدين ورح نضل، وإن شاء الله كل فعاليات سورية بترجع بما فيها فعاليات مسرح حلب. أنا بقول الحمد لله عدنا للمهرجانات، عدنا للنشاطات الثقافية، سوريا ستعود أفضل من قبل بكتير. هذا بدل على أنه نحن صامدين وعلى أنه نحن متفائلين ونحن متواجدين وسوريا رح تكون أقوى بكتير. الآن بدأنا بتأسيس لانطلاقة أكبر أوسع بمجموعة من العروض، ورح يكون العرض الأول عرض الافتتاح، عرض وبعدين تأليف عبد الكريم حلا، وبكل تواضع أتمنى أنه ينال إعجابكم إخراجي. الجدير بالذكر أن مهرجان حما المسرحي 23 سيستمر حتى 24 من الشهر الجاري، ويقدم عروضه المسرحية على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون يوميا في تمام الساعة 12 ظهرا، ليظل المسرح إحدى أهم أشكال التعبير الثقافي والفني والإبداعي لسوريا الحضارة، بلد الشمس والحياة.